ممن احتجزتهم العصابات الإرهابية، وقدمت لهم بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر ما يحتاجون من مساعدات إنسانية ومواد غذائية. الله يلعن السلفية، الله يلعن المسلحين، موتونا الجوع. ليك حامل من أول شهر، أنا حامل عم بتوجع وعم بنمغص، ولا في أكل ولا في شيء، هلا عم بولد آخر يوم بشهري، منيح اللي طلعت. الله يخلينا الجيش، بدنا نخلص منهم. رعد كل نهار في هدول السلفية ما أعرف منين جايين، والله غرب ما أنا من هالبلاد، الله وكيله غرب، يعني أنا بحياتي ما شايفتهم. أنا جاي من الشواهد، ساكن بالميدان، المسلحين هجرونا من الميدان، خلونا بلا أكل بلا شرب، ونزلنا على الحاجز، استقبلنا الجيش العربي السوري كل صدر رحب. في عندنا مسلحين بالضيعة ما يخلونا نطلع، وكتير وضعنا صعب، وعندي طفل صغير ما عم بقدر لا أمل لا أكل ولا شيء ولا دواء. الحمد لله بفضل الجيش وفضل الله إنه جينا، وعم بيطعمونا أطفالنا واستقبلونا أحلى استقبال. من الحصن. شو السبب ليش جيتي؟ بسبب الإرهابيين وبالجوع، الله لا يوفق إن شاء الله. مين ساعدكم على الجاي لهون؟ الجيش العربي السوري، الله خلينا يا رب. نحن الان على طريق رويس الحصن بريف تل كلخ، كما نشاهد عدد من المسلحين يقوم بتسليم انفسهم مع اسلحتهم الى الجيش العربي السوري والدفاع الوطني على حاجز الدير كما نشاهد. منين جاي انت؟ جاي من الزارع على حصن، هربنا من الحصن، جينا نسوي وضعنا على سلمنا حنا على حاجز تبع الدير مشان نسوي وضعنا. مصطفى احمد خطاب. منين جاي؟ من الزارع، طلعت على الحصن وسلمت حالي على حاجز الجيش العربي السوري والدفاع الوطني. يوسف سلوم. منين جاي؟ من الحصن. سلمنا حالنا لانه نحن الجيش مهما كان الجيش بيتم جبار وقوي. مثل ما انك شايف هاي المجموعه اللي اجت وهي السلاح اللي مبين، اجوا وسلموا حالهم، استسلموا هن واسلحتهم، وهلا نحن راح نشوف شو اوضاعهم، حسب وضعهم راح نعالج اوضاعهم ونعمل لهم تسويه. كما نشاهد يقوم الجيش العربي السوري بالتعاون مع الدفاع الوطني والهلال الاحمر بتقديم الخدمات للمواطنين المدنيين الذين اتوا من بلده الحصن هربا من العصابات الارهابيه. عملية إجلاء المدنيين المحاصرين من قبل العصابات الإرهابية في بلدة الحصن وتسليم المسلحين لأنفسهم للجيش العربي السوري تؤكد بأن سوريا هي حاضنة لجميع أبنائها. لأخبار التلفزيون العربية السوري، معين درغام من محيط بلدة الحصن.